سائل يقول: هل وقع خلاف بين أهل السنة في الحكم على من يشرك بالله شركا أكبر وهو جاهل؟ من قال هذا؟ من قال هذا إن المشرك اللي يشرك بالله معذور؟ إذا كان ما بلغه شيء، ما بلغه قرآن ولا بلغته سنة ولا بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر من أصحاب الفترة، أمره إلى الله. ما نقول إنه معذور، نقول هذا أمره إلى الله، من أصحاب الفترة الذين لم يبلغهم شيء، يوم القيامة الله يتولاه. نعم، أما إنسان بلغته الدعوة وبلغته الدعوة الآن تخترق الآفاق بواسطة وسائل الإعلام التي تبلغ المشارق والمغارب، الأذان الآن يتردد في أصداء العالم: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وش معنى هذا؟ معنى هذا واضح، بلغ العالم وبلغ المشارق والمغارب 5 مرات في اليوم. نعم، ومع هذا وسائل الإعلام تنشر كلمات التوحيد، وتنشر الدعوة إلى الله، وتنشر الدروس، وتنشر هذه حكمة من الله، لئلا يقول يوم الناس يوم القيامة: ما بلغنا شيء، ما درينا. نعم، أن تقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. نعم.